ايوه يا ماما يا حبيبتي، انت تعبانه؟ ابعتلك سوزي تساعدك في شغل البيت. مع السلامه يا سوزي. نعم يا بابا. نانا تعبانه، هبعتك عندها في البيت عشان تساعديها في شغل البيت. ماشي حاضر يا بابا، حتى الشتات وغلوها عندها. ألف سلام عليك يا تيتا. خير يا سوسي يا حبيبتي؟ مش عدك اللي انتي تزوري تيتا دلوقتي؟ بقال لي اجي اساعدك في البيت. لازم جدك هو اللي كلمه. اشوف البيت يا تيتا. محدك ايه يا تيتا؟ طب يا بنتي في شوية اطباق في المطبخ عايزة تتغسل، ربنا يستر. ياه، كل دي اطباق عايزة تتغسل؟ دي بنت حلال، اول ما عرفت اني يعني كويس كده. ايه اللي عملتيه ده؟ انا اسفه يا تيتا، فدايا يا تيتا. سيبي كل حاجه يا سوزي. بس يا تيتا اخلص الشقه، اكنس لك الشقه كلها. يا بنتي خلاص مش عايزه مساعده. والنبي والنبي يا تيتا. طيب طيب بس حسب المره دي. لازم اخلي البيت لتيتا زي الفل. وماله كيكو ليها تاني؟ ممكن تسيبي كل حاجة بقى؟ اهلا يا ماما، انا جيت اطمن عليكي. يا ترى شوزي ساعدتك؟ اهلا يا ابني، شوف انت تاخد عقدتك وبعدين تتفضل وتاخد بنتك معاك. ما تنسوش اعجابكم الفيديو، افعلوا الجرس، دوزوا لايك، ما تنسوش اشتراك القناة يا اصحاب. يا نسمة نبهها على ضياء اخوك، يستعد كمان ساعة عشان يجيب اخوه علاء من المدرسة. حاضر يا بابا، اخش اقول له في الاوضة بتاعته عشان هو كان قاعد بيذاكر. ضياء، بابا بيقول لك ساعة وانزل هات علاء من المدرسة. حاضر يا نسمة، مع اني كان عندي ميعاد بس خلاص هنزل اجيب علاء. قولي لبابا حاضر. الو، ايوه يا حسين. لا ميعادنا هيتاجل كمان ساعه، خليه على الساعه 6. سلام. مش مروح معايا يا ضياء؟ لا عندي ميعاد مهم يا علاء، اطلع لوحدك. يا ضياء مع السلامه، وابقى هات لي حاجه حلوه معاك. طيب بس قولي لبابا اني رحت اذاكر عند واحد صاحبي. سلام. امال اخوك فين يا علاء؟ راح يذاكر عند واحد صاحبه. شفتي يا ستي، الواد مش طايق يقعد في البيت ساعتين على بعض. اعصابي تعبانه جدا يا حسين. حقيقه والدك صعب جدا يا ضياء، لكن ايه نقطه الخلاف اللي بينك وبينه؟ مذاكره والموضوع ده وصل لذروته الايام دي عشان الثانويه العامه. طيب وانت عامل ايه في المذاكره يا ضياء؟ مستعد للامتحان؟ الحمد لله انا مذاكر ومستعد للامتحان احسن استعداد، لكن مطالبة بابا ليا بالمذاكرة باستمرار بتفقدني التركيز. الله الله الله، انت قاعد تذاكر ولا تسمع اغاني؟ انا بستوعب اكتر لما بسمع اغاني يا بابا. ازاي صاحب بالين كذاب، يا تذاكر يا تسمع اغاني؟ اقفل الاغاني دي عشان تعرف تذاكر. حاضر يا بابا، تحت امرك. تعرف ان جبت مجموعة اقل من 90% انا هعرف شغلي معاك. ان شاء الله هجيب مجموع كبير يا بابا، بس طمن نفسك انت. مش فاكر ولا كلمه، مع اني مذاكر الماده دي كويس جدا. مالك يا اس ابراهيم شايل الهم ليه؟ نفسي يا زكيه الواد ضياء ده يجيب مجموع كبير يدخله كليه الطب. الله ينجح ويجيب مجموع كبير، ما تشغلش نفسك انت. نجحت يا بابا، نجحت نجحت نجحت، بس المهم المجموع كام؟ مبروك يا ضياء، جبت 85%. 85%؟ 85% بس يا دي المصيبة. حضرتك السبب يا بابا، انا كنت مذاكر 100% لكن الضغط النفسي اللي حضرتك سببتهولي خلينا انسى معلومات كتير قوي في الامتحان. انا السبب؟ هاك عليا يا ابني، بس والله ده كان من خوفي عليك. وناوي تعمل ايه دلوقتي؟
مع اني كان نفسي ادخل كلية الطب، لكن عشان مجموعي ما يسمحش هدخل كلية النظرية وامري لله. ربنا يوفقك يا حبيبي. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وزر تفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واقبل لايك. مع تحياتي، الى اللقاء.